يفتتح قسم أورام الأطفال أبوابه بمستشفى طرابلس المركز في ظل الظروف الصعبة وغياب الدولة والجهات المسؤولة من وزارة الصحة ورقابة عما يحدث داخل المستشفيات العامة. القسم كاملا جرى تجهيزه وفتح حساب خاص له أمام المواطنين الراغبين في التبرع لمساعدة أطفال السرطان داخله. اليوم شعور مفرح الصراحة، فرحانة هلبة لأن تعبنا هلبة، لكن في النهاية فرحنا الصراحة. اليوم تجهيز قسم أطفال الأورام بالكامل، يعني تجهيز من أسرة من صيانة، تجهيز بالكامل، يعني بنقول بالكامل يعني كل أسرة، دوليب، بطاطين، شراشيف، كراسي، بالكامل. بجهود أطباء ليبيين خارج البلاد وداخلها ومؤسسات مدنية جرى توفير كافة الأدوية ومستلزمات القسم حتى يشعر الطفل داخل المركز باطمئنان ووجود بيئة ملائمة له في العلاج والراحة النفسية. الحمد لله ان قدرنا نوصل للمرحله هذه في الوقت هذا، يعني وقت صعب جدا، كل المواد غاليه طبعا بمساعده اهل الخير وعلى راسهم منظمه حقوق اطفال الاورام، شركه الغاليه طبعا ما ننسوهاش اللي مدتنا بالاسره، تبرعات من كل اهل الخير، يعني سواء داخل ليبيا او خارجها، الاطباء خارج ليبيا ما ننساهمش اللي متبلغوا بمبالغ كبيره جدا سنويا. الأموال هذه طبعا أموال التبرعات ما استعملتش بس في صيانة القسم، صيانة الحمامات، أعمال الطلاء، التأثيث، تستعمل قاعدة في الدواء. الالتفات إلى هذه الفئة من أطفال ليبيا والاهتمام بهم وتوفير حاجتهم ضرورة لا تقبل المماطلة ولا تحتمل الوعود المستمرة غير المجدية من قبل الحكومة.